استعاد أحد الحسابات النشطة على تطبيق الصور والفيديوهات انستغرام صورا قديمة تعود إلى مرحلة مرضى الفنان المصري الراحل أحمد زكي، وظهر فيها في أوقات مختلفة أثناء وجوده في غرفته في مستشفى دار الفؤاد، واللافت وجود الفنانة السورية رغدة إلى جانبه، وهو ما أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين شاهدوا الصور. وعلم من خلال البحث أنها رافقته طيلة مدة العلاج ووقفت على طلباته، ويشار إلى أن هذا جاء قبل وفاة الفنان بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة يوم 27 آذار مارس من العام 2005. ويذكر أن رغدة قررت بعد هذا إصدار كتاب يحمل عنوان 2229، وهو رقم الغرفة التي رقد على سريرها الممثل القدير الراحل قبل وفاته. وأشارت في حديث صحفي إلى أنها دونت يومياتها معه لمدة عام وشهرين، وانتظر الكثيرون صدور الكتاب متوقعين أن يتضمن الكثير من الأسرار والإجابات على أسئلة طرحها الكثيرون بشأن علاقاتهما، ويشار إلى أنهما تشارك العديد من الأعمال ومنها كابوريا وستاكوزا والإمبراطور وأبو الذهب.